أهلا بكم إلى أبرز الأخبار في دقيقة. الولايات المتحدة تحذر من استخدام كوريا الشمالية للسلاح النووي، تقول إنه سيواجه برد عسكري ضخم. برلمان كردستان يجتمع اليوم لتوزيع صلاحيات بارزاني. توقعات بوصول فائض الميزانية الألمانية إلى 14 مليار يورو. وحكومة الإمارات تطلق دليل ودراسات سعادة المتعاملين في إطار جهود حكومة الدولة في إسعاد المتعاملين. الخلايا الجذعية المعدلة أمل جديد لمرضى الشلل الرعاش. وآيفون إكس يتسبب في طرد مهندس من عمله بعد أن نشرت ابنته شريط فيديو لهاتف آيفون إكس قبل إطلاقه في الأسواق رسمياً.